شخصيتي في ظل البحر أم منصور. شخصية الأم اللي تعاني من غلاء المعيشة، خلنا نقول من زوجها اللي ما يشتغل، من ابنها، من كل شيء. فهي تحاول أن تكون المرأة بجانب الرجل، ما بقول المرأة الرجل ولكن بجانب الرجل، يعني عشان تقوي حياتها المعيشية. وأم وايد عادية جدا، عندها حالة يمكن من الكبت والقهر داخلها، تفرغ هذه الحالة في الولد. حتى في أغلب المشاهد راح تشوفونها دايما مع الولد شوي جافة.